رحب فيكم مشاهدينا الكرام، ونتواصل معكم في تغطيتنا الخاصة لهذا الحدث الكبير من مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي الأول للدفاع. هذا المعرض اللي في الحقيقة يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتشاور حول المستجدات الأمنية الراهنة على الساحة. نعم عمار، مشاهدينا مسي عليكم بالخير. طبعا هذا المعرض هو ترجمة فعلية على أرض الواقع لمجمل الرؤى الاستراتيجية السياسية والدبلوماسية اللي تشهدها التحالفات الرئيسية المشاركة في هذا الحدث الدولي الهام. وراح نبتدي معاكم تغطيتنا مع شوق في لينك مباشر. ما زلنا متواصلين معاكم مشاهدينا، وما زلنا في قلب أجواء المعرض والمؤتمر. معاي الشيخ خالد بن حمود آل خليفة. الشيخ، في أمس في المؤتمر تكلمتوا عن توقعاتكم وأصدائكم وأهدافكم لهذا المعرض وهذا المؤتمر. ممكن تكلمنا عن شلون تشوف الأهداف، هل تحققت؟ احنا في البداية نود أن نهنئ سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهد بلاد المفدى على إقامة هذا المعرض ونجاحه، وأيضا نشكر جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي. طبعا إقامة هذا المعرض ما شاء الله في نسخته الأولى استطاع أن يستقطب أكثر من 180 شركة، وكان المتوقع ما حول 80، فطبعا فاقت توقعات. وايضا اضطروا منظمين المعرض انهم يتفضلون للقاعه رقم 2 اللي احنا فيها، فجميع القاعات تم حجزها بالكامل، وهذا شيء طبعا شيء نادر ان في المعرض في اول نسخه له يستطيعون ان يعني يتم حجز جميع هذه القاعات والمشاركه جميع هذه الشركات ما يقارب 180 شركه. هناك أكثر من 40 وفد رسمي من دول مختلفة أيضا زاروا المهرجان. لا شك كل هذه الأرقام راح إن شاء الله تأثر بطريقة إيجابية وتنشط الحركة الاقتصادية والسياحية في المملكة، ورأيناها من الأمس نسبة أشغال فنادق في فنادق الخمس والأربع نجوم ما شاء الله في ازدياد. زين، توقعاتكم هل بيكون في مؤتمر ثاني إن شاء الله؟ حسب المنظمين وتوجيه سمو الشيخ ناصر ان شاء الله بيكون المعرض والمؤتمر كل سنتين باذن الله. الله يعطيك العافيه الشيخ، ما قصر، شكرا لك على حضورك ويانا. مثل ما سمعتوا ان شاء الله راح يتكرر المعرض والمؤتمر كل سنتين باذن الله. ومثل ما تشوفون الاشاده طيبه، الناس عجبتها فكره هذا المعرض، خصوصا انه هو يشغل الجانب العسكري مثل ما نقول، والجانب الدفاعي البري والجوي والبحري. كذي انا ارجع حق زملائي في الاستديو. شكرا زميلتنا شوق الدوسري. مشاهدينا الكرام، يسعدنا في هذه التغطية الخاصة التي نأتيكم من مركز البحرين الدولي للمعارض، وهي برعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، وبرئاسة سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي. ويسعدنا في هذا الأثناء أن نستضيف معنا الأستاذ جمال محمد الياقوت، عضو مؤسس لنادي المراسلين الصحفيين بمملكة البحرين، وعضو في الاتحاد الدولي للصحفيين، وأيضا عضو هيئة الصحفيين السعودية. أستاذ جمال، مساء الخير. أهلا وسهلا. يسعدنا تواجدك معنا اليوم أستاذ جمال. بداية، كيف ترى أهمية هذا المعرض في مملكة البحرين، خصوصا لمملكة البحرين وللمنطقة بشكل خاص في هذه الأوقات بالضبط؟ الله يحييكم. أولا في البداية ودي أن أرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك باسم عدد من الصحفيين والإعلاميين إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وإلى سمو رئيس الوزراء حفظه الله، وإلى سمو ولي العهد حفظه الله، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس اللجنة المنظمة العليا حفظه الله، والجهود المبذولة من قوى الدفاع البحرين وعلى رأسهم صاحب المعالي المشير حفظه الله. هذه تهنئة خاصة من عدد من الصحفيين والإعلاميين. أما بالنسبة أرى المعرض الحقيقة يعني هو
نوع من التظاهرة العسكرية الثقافية السياحية التي تنعكس على مدى أهمية البحرين ونجاحاته في استقطاب أو في إقامة مثل هذه المعارض واستقطاب الشركات المصنعة للأدوات العسكرية. الحقيقة أنا لفيت في المعرض ورأيت وقابلت أكثر من المسؤولين وشفت على مستوى رؤساء هيئة الأركان سواء كان بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وآخرين وتحدثت معهم جانبيا، فلقيت أن المستوى مستوى عالي، وخاصة يعني اللي أبهرني وزاد إعجابي أن هناك تصنيع أو إدخال على التصنيع المحلي بأيدي عاملة بحرينية سعودية إماراتية وإلى آخره. هذه هو انعكس إلى التطور مدى المواطن الخليجي استيعابه ووصوله إلى هذه القمة في التصنيع أو إضافة أشياء متطورة على التصنيع للآلات العسكرية. هذه جزء من انطباعي ومشاهداتي. جميل. للمعرض. نعم أستاذ جمال، يعني لو نظرنا طبعا إلى هذا المعرض باعتباره يعني معرض يقام لأول مرة بهذا الحجم على مستوى الشرق الأوسط، طبعا يعني ما هو انعكاس مثل هذا المعرض على الرؤى الاستراتيجية لمملكة البحرين وعلى المدى البعيد؟ أولا هو يعني إقامة المعرض على أرض مملكة البحرين يعتبر هذا مكسب للبحرين وللقائمين، إن هناك اطمئنان كبير في مملكة البحرين فبالاستقرار والدعم للمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة حفظه الله، يوحي على أن إقامة مثل هذه المعارض ومن أكبر المعارض العسكرية في المنطقة، هذه دلالات كثيرة. أما بالنسبة لأهداف المعرض قد تجوز تنعكس على التبادل في التشاور والاستفادة العليا من التبادل العسكري والأراء وطروحات المستجدات وأكثر في تحالف يكون، هذه ظاهرنا أكثر يعني أهداف المعرض، ويوحي إن شاء الله على دلالات ناجحة وخاصة يحظي برعاية كريمة من طويل العمر. يمكن أستاذ جمال يعني هل بالإمكان أن إحنا اليوم كإعلاميين نعتبر بأن هذا المعرض والمؤتمر يقدم منصة مثالية للالتقاء بأبرز صناع القرار في الحكومات والجيوش؟ المعرض هذا طال عمرك يعني يحظى بسمعة كبيرة في تبادل الآراء والمشاورات، والرسالة الإعلامية هي جزء من نجاح المعرض، والتبادل الصحفي أو الإعلامي أو الوسيلة التي ممكن تتبادل معها أو إيصال المعلومة إلى المعرض هي الوسيلة الإعلامية والصحفية. ما في معرض بيكون ناجح أو ما شبه ذلك إلا هناك وسائل إعلامية وإبرازها على مستوى كبير. اليوم بالنسبة للآلات العسكرية تسمع الطلقة في مكان معين، ولكن الصحافة والقلم أو وسائل الإعلام تسمع إلى مدى العالم. نعم. هذه انطباعي الله يسلمك. نعم. أستاذ جمال، يعني مثل هذه المعارض أكيد هناك لها أهمية كبيرة فيما يتعلق ببلورة المنظور طبعا السياسي والاستراتيجي للتحالفات العسكرية، فبرأيك ما أهمية مثل هذه المعرض؟ شوفي، إحنا نركز على أهمية هذا المعرض العسكري. إحنا نقول يكفي أن محاربة الفكر، محاربة الإرهاب كيف توصل إلى ذي الشيء، يعني بما معناته أعتقد أن قادرين في التصدي على الإرهاب والفكر الذي يوحي على ذلك من خلال هذه المعارض والتنسيق والتشاور وإقامة المحاضرات والتوعية، على أساس أن الاستعداد الأعلى أن التطوير العسكري ممكن يقضي على هذه الفئة أو الآفية من الإرهاب كفكر ولا آخرة. فاليوم التواجد العسكري بهذه المنظومة والتطور هو يكفي أن يكون يقضي على هذه الظاهرة. أستاذ جمال، يعني اليوم يمكن قبل قليل شفنا لقاء الشيخ خالد بن حمود، قد صرح بأن 180 شركة تسارعت الحصول على مواقع في هذا المعرض، كان المتوقع 80 وقفز الرقم إلى 180 شركة. هل نتوقع بعد عامين في إعادة النسخة الثانية من هذا المعرض وهو معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع أن تكون الشركات بعدد أكبر؟ إذا أعطيت فرصة كبيرة، أولا يعني دام أن المعرض يحظي
بالرعاية الكريمة لطويل العمر صاحب الجلالة حفظه الله. هذه يكفي أن هذه أهمية كبيرة، فالتسارع إلى آخره بيكون لا مردودة ولا المؤتمر لا مكتسبات، حيكون إنجازات. وأنا أعتقد أن الإعلان عنه أو الإعلام عنه لو أخذ فترة طويلة لتسارعت جميع الشركات المصنعة في هذه القطع والتطويرية، ممكن تكون وزارات دولة أخرى، دول أخرى أو إلى آخره، ولكن يبدو أن الإمكانيات في بدايتها، والمعرض الأول بيكون بهذا المستوى شيء طيب يعني. نعم أستاذ جمال، يعني شلون تقدر المنطقة خلال يعني هذه الظروف الراهنة يعني ممكن تستفيد من هذه التجربة، بكونها تجربة أولى طبعا عندنا في مملكة البحرين في توظيفها لمحاربة الإرهاب؟ شوفي، الاستفادة هي من تبادل الآراء، أنت إيش عندك بتضيف وأنا إيش عندي بضيف، إذا تحاورنا والتقينا بهذه الأمور فرايحين يعني نتحد على أمور كثيرة، وتوحيد الآراء والتشاور، هذه نقدر إحنا نقضي على الأشياء التطويرية اللي بتكون موجودة لدينا في مواجهة والتصدي على الإرهاب. الإرهاب هو فكر خطير ولابد التصدي له، فلا يكون التصدي إلا بالتعاون والتنسيق على جميع المستويات. وإقامة هذا المعرض في البحرين هو أكبر مكسب للالتقاء، أنا شفت عدة دول مشاركة منها باكستان ولا آخره، فهذا تحالف إسلامي عسكري، هذا المتوقع فيه. وأعتقد أن المعرض يوحي إلى اطمئنان، اطمئنان لشعوب المنطقة، اطمئنان لمواجهة هذا الفكر والقضاء على الإرهاب بإذن الله تعالى. أستاذ جمال، يمكن من أيضا من الشيء اللي ألفت النظر في هذا المعرض يعني وجود المملكة العربية السعودية، وجود الإمارات العربية المتحدة، بدأنا الآن في منطقة الخليج العربي بأن احنا نعمل إضافات بما نحتاجه من التصنيع من الآليات العسكرية. ما هي الدلالة للمستقبل من خلال وجود دولنا احنا كخليج عربي في هذه المعارض الدولية؟ احنا الدلالة يكفينا ان مثل ما ذكرت الدول الأشقاء هم قادرين، او المواطن الخليجي بالذات قادر على ان يضيف ابتكارات في ادخال للآلات المصنعة الحديثة، ادخال مبتكرات. وانا شفت حتى البحرين عندهم سيارة لها وضعها، لها امورها، ومطورها شخص معين في القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين. أيضا إن لو إن المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية بجاهزيتها بالتطوير بالتصنيع بالأداء، هذا مستوى عالي وراقي في التجهيزات، والوفد الكبير اللي كان يمثل المملكة، خاصة شفت أنا معالي رئيس هيئة الأركان، فهذه دلالة على أن الدعم الكبير لإقامة هذا المعرض، ويوحي على أن التطور الفكري الثقافي للمواطن الخليجي العسكري في إدخال بعض على المقتنيات. نعم أستاذ جمال، يعني إلى أي مدى يمكن أن هذا المعرض يقدم فرص للشركات بأن هي تعرض المعدات أو المقتنيات العسكرية طبعا والتجهيزات أو القدرات العسكرية بمختلف طبعا جوانبها، سواء كانت البرية أو الجوية أو البحرية؟ طبعاً لا، ما في شك أن هناك تبادل كثيرة حتكون فرص كبيرة حتى للشركات المصنعة، قد يجوز هناك صفقات، هذه الصفقات توحي على المنفعة، تعود المنفعة على المنطقة. هذه بعد إحدى دلالات النجاح للالتقاءات في المعارض دي الشيء. دليل على ذلك أن شفت عدة شركات، والشركات مقبلة على هذه الفرص في المشاركة، وأعتقد أن التشاور والتنسيق والتعاون هو أكثر الدلالات بين هذه الدول. أستاذ جمال، اليوم يمكن وجودنا اليوم في المعرض نشاهد بأن كثير من وكالات الأنباء الدولية والعالمية وكثير من القنوات التلفزيونية يتسابقون في نقل أخبار من هذا المؤتمر والمعرض الدولي، يتسارعون في نقل صورة هذا المعرض والنجاح الذي وصل له. الرسالة التي تظهر من هذا المعرض والمؤتمر للعالم، ماذا نقول فيها أستاذ جمال؟ هي الحقيقة الرسالة، إذا كانت الرسالة الصحفية أو الإعلامية، توصيل
ما مدى التطويرات أو التطورات المكتسبات الإنجازات التي قيمت في هذه الدول أو بدول المنطقة. الرسالة أن احنا نقول لهم نحن قادرين إلى المصاف بإذن الله للدول المتقدمة، وليس هناك تأخر في التجهيزات والتطويرات. فنقول لهم أن المواطن الخليجي أو القادر على هذا المعرض أو غيره في مبتكرات، في عقول، في إلى آخره تتساوى مع العقول الأخرى المصنعة أو إضافة الآراء اللي ممكن تخدم بذي الشيء. نحن لسنا ناقصين فكريا، سواء عسكريا، ثقافيا أو أي كان بما معناه. أستاذ جمال ياقوت، عضو هيئة الصحفيين السعودية، ألف شكر لك على هذا اللقاء الجميل، سعدنا بلقائك اليوم، وإن شاء الله دائما نلتقي بالفرح وفي إنجازات ترفع فيها اسم مملكة البحرين والخليج العربي. شكرا لك. مشاهدينا، والحين راح ننتقل للزميلة زينة مصطفى ومع هذا البث المباشر اللي تنقل لنا مجريات المعرض. حياكم الله مشاهدينا، وما زلنا مستمرين في تغطيتنا الخاصة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع. حاليا احنا متواجدين ايضا في القسم الاخر من المعرض، وايضا معانا احد المشاركين في المعرض عشان نتكلم اكثر عن انطباعاتهم وايضا ارائهم عن المعرض والمؤتمر. Hello, hi dear. Hello. First, introduce yourself. My name is Sonia Parmar. I'm from Incor Global. We are a Jordanian company with offices in the US. We offer products that are anti-ballistic, anti-blast products. We offer telecommunications products. We also offer products that are used in ammunition and in fuses and batteries and once again, which is also communications. So let's talk about your participation in the conference and the exhibition. What do you think of it overall? So far, our experience has been very positive. I think it's a great exhibition because it exposes different ideas, different products to the region. And it gives us as a company exposure in the region. It gives us contact with different people that will use our products, and it also gives us an idea of what is available in the region. So it's a very important show for us. And how is it like? How is it gonna like be positive, or how is it gonna reflect on the Gulf area in general? Like this kind of exhibition, how is it gonna benefit the Gulf area? Well, I think it'll benefit the Gulf area because it shows that the Gulf does have a lot to offer in terms of its own products that are manufactured here. Like I was walking through the various halls, and I noticed that there's a lot of things that may not be known outside of the Gulf area that that is actually manufactured, and they have a lot of products here. So it's something that will help them sell outside the region, and it gives visibility to the region. I think it's very positive, and it's a very good show to do. And basically, you're very impressed with the exhibition and the conference. Absolutely. So far, it's been nothing but positive for us. So we wish you the best, and enjoy the rest of the day. Thank you so much. Thank you. مشاهدينا، نفس ما شفتوا، وايضا هناك مشاركين من عدد من ارجاء العالم، خلينا نقول من جورجيا وايضا من كندا وغيرها من المناطق في العالم. حاليا مشاهدينا اكيد راح ارجع لكم من خلال الحلقه، ولكن نرجع للاستوديو مع الزملاء. شكرا زميلتنا، ومشاهدينا الكرام راح ننتقل لفاصل وراجعين لكم، انتظرونا. قسما بمن خلق الوجود، البحرين يا
سافديكي بنفسي والولد حصول يا بحرين عهدي بالهدى قسما سافديكي بنفسي والولد مشاهدينا نرحب فيكم من جديد في تغطيتنا الخاصة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع برعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وبرئاسة سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي. ومعنا في الاستوديو الأستاذ حمد الطير مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة الياه سات. نرحب فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. سعد الله مساك أخوي حمد وحياك الله معنا في البحرين. بداية يعني نبي نتعرف على أهمية مشاركتكم في مثل هذه المعارض المتخصصة للدفاع أخوي حمد. في البداية أحب أشكركم على الاستضافة الطيبة هذه. نحن طبعا نعتبر نفسنا في البحرين في بلدنا الثاني. أول بأمرك الله, الله خليكم لنا. في البداية أحب أعرفكم بشركة الياسات للي ما يعرف عنها. شركة الياسات هي شركة الأقمار الصناعية الأولى في دولة الإمارات متخصصة في مجال الكوميونيكيشن والاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية. نحن مملوكين بالكامل للمبادلة واللي هي الذراع الاقتصادي لحكومة أبوظبي. مشاركتنا في المعرض هذا مشاركة استراتيجية بحكم نحن نعتبر الشريك الاستراتيجي دائما للقوات المسلحة في دول الخليج بتوفير توفير الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية. طبعا الاتصالات اللي نوفرها لهم دائما تكون مؤمنة بالإضافة إلى الخدمات التجارية للجهات الأخرى. أستاذ حمد طبعا يعني أهمية مشاركتكم أنتم في مثل يعني هذا المعرض, وهذا المعرض بما هو متعارف عليه أنه هو متخصص في الدفاع, فما أهمية مشاركتكم في مثل هذه المعارض؟ طبعا مثل ما قلت قبل شوي شركة الياسات خدمات نقدمها خدمات تجارية وخدمات عسكرية مؤمنة. أهمية مشاركتنا هنا نحن دائما نطمح أن نكون الشريك الاستراتيجي الأول في مجال توفير خدمات الاتصال الفضائية في المجال الدفاعي سواء في دولة الإمارات في مملكة البحرين أو دول الخليج الثانية. واحدة من الأسباب اللي نشارك فيها اليوم في المعرض هنا تقديم الخدمات هذه أو عرض خدمات اللي ممكن نقدمها لهم في المجالات الثلاثة اللي هي البحرية والجوية والبرية. أستاذ حمد كيف وجدتم يعني أنتم شاركتوا في العديد من المعارض, كيف وجدتم يعني التنظيم ونوعية المشاركين في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع الأول؟ ما شاء الله عليكم على رغم أن المعرض أول مرة لأول سنة يصير هنا لكن التنظيم اللي صاير هنا بشكل بروفيشنال كثير. الأشياء اللي شفناهم المعرض التنسيق التنظيم سهولية التعامل مع التيم الموجود هنا في أرض المعرض تحببنا دائما أن نشارك في المعرض هذا. ف نعم. الله يوفقكم إن شاء الله دائما وإن شاء الله نشوف المعرض هذا دائما ناجح بإذن الله. نعم أستاذ حمد يعني إذا تكلمنا أكثر عن مشاركاتكم وعن الخدمات اللي تقدمونها خصوصا طبعا مع مشاركتكم مع القوات المسلحة الإماراتية. طبعا نحن كشركة ياسات بالإضافة للخدمات العسكرية نقدم خدمات تجارية كثيرة. فمن ضمن الخدمات اللي نقدمها خدمات النقل التلفزيوني في برودكت اسمه الياه لايف عندنا. وعندنا خدمات النقل وخدمات الانترنت عن طريق الأقمار الصناعية. نقدمها طبعا الخدمة هذه حق الشركات حق الأفراد وحق هيئات الحكومية من ضمنها القوات المسلحة دائما. بالإضافة إلى الخدمات هذه نقدم خدمات الاتصال المؤمنة على الثري بلاتفورمز اللي نسميهم الجوي والبحري والبرية. طبيعة الاتصالات اللي نقدمها هذه المؤمنة تكون دائما حق الكوميونيكيشن حق بين قوة الدفاع الموجودة دائما في المناطق العسكرية أو مناطق الورزون إلى القيادة الرئيسية. ممكن نوظف جزء من اللي نقدمهم طبعا تكون منظومة متكاملة شبكة متكاملة عن طريق الأقمار الصناعية. يعني يمكن هذا العلم أو الجانب هذا من الاتصالات يتطور كل يوم أستاذ حمد, فلو تحدثنا عن يعني تطور التقنيات المستخدمة لديكم في خاصة وهي في
تتكلم أنت على دول وتتكلم أنت على اتصالات عسكرية يعني. صحيح. طبعاً مجال الاتصال عن طريق الأقمار الصناعية أو الاتصالات بشكل عام واحدة من الأشياء الحساسة اللي تتطور يوم بيوم. فالحمد لله نحن في شركة الياسات عندنا تيم مختص يتابع الأخبار ويتابع التكنولوجيا الموجودة في العالم بحيث نكون دائماً إحنا متطورين في متابعين أو مواكبين لهذا التطور. فبالتالي نحن نقدر نقدم أفضل حلول دائماً حق الجهات اللي نقدم لها. فمن ضمنها مثلاً قوات مسلحة سواء في دول الخليج أو خارجها دائماً نحب نقدم لهم سوليوشن اللي يكون مناسب لهم يوفر لهم الخدمات المحتاجينها وفي نفس الوقت تكون الليتست تكنولوجي. نعم أستاذ حمد، يعني إلى أي مدى دول الخليج طبعاً تواكب التطورات في مجال طبعاً التكنولوجيا وخصوصاً فيما يخص المجال الدفاعي؟ طبعاً بما لا شك فيه أن دول الخليج كلها دائماً تحب تواكب التطور في مجال الدفاع. في مجالنا نحن كشركة أقمار صناعية أو اتصالات عن طريق الاتصالات الفضائية عن طريق الأقمار الصناعية نحب دائماً نكون مواكبين لهذا التطور بحيث أن دائماً نكون نوفر للجهات العسكرية أو الدفاعية المتطلبات لها علاقة بالكوميونيكيشن اللي تساعدهم بتوفير الخدمات اللي هم محتاجينها. أستاذ حمد، يعني دولة الإمارات العربية المتحدة يعني رائدة في مجال تقنيات الدفاع كما هي رائدة في جميع المجالات، إلى أي مدى تولي القيادة الحكيمة في دولة الإمارات الاهتمام في هذا القطاع وهذا المجال؟ اللهم لك الحمد، دائما نحن في دولة الإمارات نطمح دائما نكون رقم واحد في جميع المجالات، وهذا من الأشياء اللي تحثنا عليها القيادة في الدولة. في مجال الدفاع وفي مجال التكنولوجيا بشكل عام دولة الإمارات والقيادة الرشيدة اللي عندنا هناك تساعدنا أو توجهنا دائما إلى أن نكون في نفس التارجت هذا، أن نكون رقم واحد في هذا المجال. فاليوم الحمد لله ما اللي تمتلكها دولة الإمارات طبعا احنا نعتبره بس مو بس حق الامارات بل حق دول الخليج كله من ناحيه التكنولوجيا اللي هو ليتست تكنولوجي سواء ديفلوب داخل الامارات او خارج او نيبه من برا الامارات ونوظفه بحيث انه يكون مناسب لاحتياجات دول الخليج بشكل عام. نعم، وهل هناك يعني خلينا نقول طموح مستقبلي او يعني هذه التكنولوجيا المستخدمه هل هي مؤهله لان تتطور ان شاء الله يعني مزيد في المستقبل؟ أكيد طبعاً التكنولوجيا هذه تتطور يوم بيوم، فالتكنولوجيا نحن نتابعها اليوم ما كانت نفس الشيء قبل 15 سنة ولا بتكون نفس الشيء بعد 15 سنة، فنحن اليوم بيوم نتطور وياهم وإن شاء الله دائماً نكون مواكبين لهذا التطور. أستاذ حمد، كيف لمستم يعني تقبل المشاركين في هذا المعرض؟ والله لك اللهم لك الحمد، نسبة المشاركة هنا كانت فوق المتوقع بالنسبة لنا، والمعرض أتوقع أنه أدى دوره وزيادة في توفير العلاقة بين الشركات المصنعة وشركات الموفرة للخدمات مثلنا نحن والجهات أو الهيئات اللي تبغى هذه الخدمات. فهذه أعتقد واحدة من الفوائد المهمة والرئيسية كانت في المعرض هذا وتم حصولها بنجاح. كل شكر لك أستاذ جمال، طبعا نتشرف فيك أكيد في مملكة البحرين بلدكم الثاني، وكل التوفيق لكم إن شاء الله. ألف شكر لك أستاذ حمد. مشاهدينا الحين راح نطلع فاصل وبنرجع نواصل معاكم بقية مجريات المعرض. هذا اليوم أيضا يوما حيا لكل من يصون استقلال وكرامة الوطن ويحافظ على أمنه واستقراره من رجالنا البواسل من ضباط وضباط صف وأفراد قواتنا المسلحة ورجال الأمن المخلصين الساهرين على راحة كل مواطن وكل من يعمل من أجل عزة الوطن ورفعته وازدهاره. Thank you.
الشعر جاء شاعر لينشد بيتا من طريف وتالد مقامك أسمى من عقود الفراغ. يسعدنا مشاهدينا الكرام ان احنا نتواصل معاكم في هذه التغطيه الخاصه لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع. ننتقل للزميل فواز القاسمي ونشاهد مع هذا التقرير الذي اعد خصيصا لهذه الفتره. رحب فيكم مشاهدينا من جديد من خلال التغطيه اللي موجودين من خلالها في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، ولتسليط الضوء اكثر على الأجنحة اللي موجودة معانا من خلال العارضين والمشاركين في المعرض. تسعدنا استضافة العقيد عبد الله النعيمي من سلاح الجو الملكي البحريني. يا هلا فيك. اهلا وسهلا، ارحب فيكم في معرض البحرين الدولي للدفاع، وفي الجناح الخاص قوة دفاع البحرين سلاح الجو الملكي البحريني. سعادة العقيد، لو بنتكلم عن استعداداتكم لهذه المعرض اللي موجودين من خلال اليوم من خلال سلاح الجو الملكي البحريني. طبعا استعدادات احنا ممثلين قوات دفاع البحرين وخصوصا سلاح الجو والملكي البحريني استعدينا حق المعرض قبل تقريبا 8 شهور لتجهيز بعض الاليات اللي تم ابتكارها وتصنيعها خصيصا حق المشاركه في المعرض بما يلبي متطلباتنا العملياتيه. فمشاركين احنا باليتين، اليه خاصه بالمراقبه ونقل الكيناين الكلاب البوليسيه الخاصه بسلاح الجو الملكي البحريني، والاليه الثانيه هي اليه انقاذ خاصه لإنقاذ آليات أجنحة سلاح الجو الملكي البحريني وإسناد وحدات قوة الدفاع عند اللازم أو عند الطلب. نعم، لو بتكلم سعادة العقيد عن الآلية اللي من خلالها قاعدين تراون الناس، الآلية اللي موجودة عندكم اللي هي آلية الكيناين من خلال السيارات الموجودة، شنو طريقة العرض اللي قاعدين تعرضون فيها في المعرض؟ طبعا هي الآلية تختلف عن بعض الآليات المخصصة حق الكيناين انها هي مجهزة بعدة تجهيزات، مجهزة بان عامل الهاندلر او الاوبريتر الموجود في الآلية يقدر مشاهدة الكلاب البوليسية من خلال الكاميرا الخاصة عنده، يعرف شنو حالته وضعيته، اذا يحتاج ماي اوريدي فيها خزان ماي خاص عند الدسبنسر وينزل الماي له اذا يحتاج الماي، وضعيته اذا مرتاح او مو مرتاح يقلل او يزيد درجه الحراره الخاصه فيه، وجباته موجوده عنده، اموره وتجهيزاته كلها موجوده في نفس الاليه. الاليه ممكن تشتغل في اي موقع واي قاعده او اي نقطه يطلب منه العمل فيها، مجهزه بالسولر تقدر الاليه تشتغل بنظام الطاقه الشمسيه. الآلية نفس الشيء مجهزة بكاميرات تشتغل في الليل والنهار، فهذه ما يميز الآلية عن باقي آليات نقل الكيناين. أي نعم سعادة العقيد، طبعا هذه الآلية من الآليات المميزة من خلال وجودنا في المعرض، الآليات جديدة ونتمنى لكم كل التوفيق. كل الشكر لك على وجودك معنا سعادة العقيد عبد الله النعيمي من سلاح الجو الملكي البحريني. أشكركم وأشكركم على هذا اللقاء، شكرا لك.
مشاهدينا الكرام، سعدنا معكم في صحبتكم من خلال هذه الفترة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع. سنتواصل معكم إن شاء الله في فترات أخرى وتغطية خاصة من تلفزيون مملكة البحرين لهذا المؤتمر. نشوفكم على خير مشاهدينا، وإلى اللقاء.